السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئلت كثيرا عن الحجامة وفوائد الحجامة وعلاقة الحجامة بالسحر. الحجامة هي العلاج عن طريق مص وتسريب الدم، وذلك عن طريق استعمال كاسات. هي من أقدم الطرق المستعملة في العلاج عبر التاريخ، لأنها في أغلب الأحيان يكون هناك جهل بالمرض الذي يعاني منه المريض، فتكون وسائل العلاج محدودة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. فوائد الحجامة: تعد الحجامة سنة نبوية تحمل العديد من الفوائد الصحية. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ لصاحبه يقتله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا كلهم يقولون لي: عليك بالحجامة يا محمد. وعن سمرة بن جندب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الحجام فأتاه بقرون فألزمه إياها، فدخل أعرابي من بني فزار أحد بني خزيمة، فلما رآه يحتجم ولا عهد له بالحجامة ولا يعرفها، قال: ما هذا يا رسول الله؟ على ما تدعو هذا يقطع جلدك؟ قال: هذا الحجم. قال: وما الحجم؟ قال: هو من خير ما تداوى به الناس. سبحان الله، هو من خير ما تداوى به الناس. وسنذكر أيضا إذا كان الحجامة خير ما تداوى به الناس، والسحر والمس والعين هو مرض، فخير ما يتداوى به المسحور والمعيون والممسوس هو الحجامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وفي رواية عن أنس أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم، هذا أنس، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. إذن هذا الحديث يدل على أن الحجامة مفيدة جدا لعلاج كافة الأمراض. وفي حديث: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتب. عن رافع عن جدته سلمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجله إلا قال: أخضبهما بالحناء. إذن الحناء أيضا له دور مهم في علاج بعض الأمراض، وسنذكره إن شاء الله في وقت لاحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض ومريض. السلام عليكم.